نعم، حسين من الديوانية، هل تزوجت السيدة خديجة سلام الله عليها قبل زواجها من الرسول صلى الله عليه وآله؟ سيدتنا خديجة الكبرى صلوات الله عليها تزوجها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عذراء، ولم تعرف زوجا غيره. هذا ما انتهت إليه التحقيقات العلمية، ومنها تحقيقنا في كتاب الفاحشة. إذا أراد الأخ السائل الكريم بإمكانه أن يرجع إلى هذا الكتاب. كما أنه السيدة خديجة الكبرى صلوات الله عليها لم تكن طاعنة في السن كما يروج، وإنما كانت شابة لما تزوجها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.